النهارده هناخد رساله افسس وهناخد الاصحاح رقم 1 والاصحاح رقم 1 بعنوان الكنيسه جسد المسيح. الكنيسه جسد المسيح. المسيح هو رأس الكنيسة ونحن أعضاء في الجسد. رأسنا هو السيد المسيح. تعالوا مع بعض كده ندخل على أول حاجة. الكنيسة جسد المسيح اللي هي أفسس. أفسس. أفسس لو بصيتوا كده في الخريطة اللي قدامكم ديت، إن أفسس واقعة في الغرب ما بين اليونان وما بين دولة معروفة لينا لغاية دلوقتي قوي، هي دولة تركيا. وكانت عاصمة تركيا في الوقت ده ما كانش اسمها تركيا، كانت العاصمة بتاعتها أفسس. يحيط بها مدن كثيرة. ايه المدن اللي حوالين أفسس دي؟ ليكيا، مدينة لسطرة، مدينة أيقونية ودربة، وأنطاكية بيسيدية وغلاطية وبيسينية وكيلينيكية وأنطاكية تاني. خدوا بالكم إن كل المدن دي اتبشرت باسم المسيح من خلال الرسل، والرسل كانوا أمناء جدا في توصيل الرسالة بتاعة السيد المسيح، كانوا أمناء فيها قوي. أفسس واقعة على أطراف الدولة بتاعتها عند البحر الأبيض المتوسط، وكونها أنها تقع على طرف من أطراف بحر، يعني ميناء هام جدا، ميناء هام جدا، ميناء هام للتجارة، ميناء هام للسفر والتحركات، هي ميناء هام. معنى كلمة أفسس إنها كلمة يونانية معناها مرغوبة، معناها مرغوبة. أفسس يعني مرغوبة. يبقى هو بيكلم الناس المؤمنين اللي اتبشروا قبل كده من خلال الرسل المرغوبين، الناس المرغوبة، الناس اللي هي على دعية عليها اسم المسيح. فالذي دعية عليه اسم المسيح بقى ايه؟ مرغوب. يعني انت مرغوبة، انت مرغوب. لو جه ابليس في يوم من الايام وجه وقف قدامك او وقف قدامك وقال لك انت مالكيش لازمه، انت ولا حاجه، لا اقفي قدامه واعلني قدامه انك انت مرغوبه، انا ليا لازمه، انا ما خلقنيش وانا ماليش لازمه، لكن خلقني وهو بيأكد عليا ان انا مرغوبه. اكد النقطه دي لابليس. لو جه ابليس وقال لك انت قليله بالنسبه للاخرين بس انا مرغوبه، انت شكلك مش حلو زي الباقيين بس انا مرغوبه، امكانياتك قليله بس عندي امكانيات، بس برضو انا ايه؟ مرغوبه. انت خدت قسط من التعليم قليل بس برضو انا مرغوب.
مرغوب. يبقى اصبح هنا مدينه افسس هي مدينه المرغوبين، جسد المسيح مرغوب. نقطه اللي بعديها، افسس دي من اهم الدول العالم القديم في اسيا الصغرى اللي هي تركيا. يبقى اسيا الصغرى دي اسمها تركيا، دي من اهم الدول في العالم الايه القديم. العالم القديم تركيا دي كانت لها صلات وجولات كبيره قوي في التاريخ، بس ما كانتش اسمها تركيا. يعني معنى كده ان هذه الدوله كانت يحيط بها المؤمنين من كل جانب، لكن دلوقتي ما فيهاش غير اطلال كل المدن دي. ده بعد فتره تحولت هذه المدينه الى دوله جت استعمرتنا في يوم من الايام هنا 400 سنه، وهي الدوله العثمانيه. استعمرونا 400 سنه، وسر تخلفنا اللي احنا موجودين فيه هم السبب فيه الدوله العثمانيه. ليه؟ لانه برمجوا الدماغ بتاعتنا وبرمجوا التعليم بتاعنا ان احنا نحفظ وبس، لكن تفهم لا، احفظ وبس. ده 400 سنه بيقولوا لنا كده، احنا متاثرين بالكلام ده لغايه دلوقتي. قد ايه التحول اللي حصل بعد ما كانت مدن كلها مفتوحه للمسيحيه، بقت دوله لغايه دلوقتي مسببه اتعاب لكل المنطقه العربيه كلها بالذات، ومصدره الارهاب. ادي الدوله الايه العثمانيه اللي هي اهم دول العالم القديم في الوقت ده. فهل هذه المدينه كانت في كنيسة أفسس؟ الكنيسة دي أسسها مين؟ أسسها بولس الرسول سنة 54 بعد الميلاد، في نهاية الرحلة التبشيرية الثانية، لأن كانت في ثلاث رحلات لبولس الرسول، رحلة أولى، رحلة ثانية، رحلة ثالثة. في الرحلة الثانية دي بولس أسس مدينة أفسس. يعني إيه أسس المدينة دي؟ يعني بشر فيها وجذب فيها نفوس كتير لربنا، لأنه لما كان بيتحرك في هلب هذه المدينة كان بيتحرك في المجامع اللي كانت موجودة، لأن كانت فيها يهود كتير، وهو كان بيدخل المجامع يدخل على اساس انه كان يهودي وكان فريسي وكمان اصلا كان ايه روماني، فكان بيتكلم. فمن ضمن الناس اللي جذبهم للمسيحيه أكيلا وبريسكيلا، جذبهم للايمان. ولما ابتدى يتحرك هو ويسيبهم ويتحرك في مدن تانيه للتبشير، ابتدى يتكلم أكيلا وبريسكيلا ويقول لهم قوموا بقى اتحركوا، اشتغلوا بقى، ده دوركم بقى، قوموا اكرزوا للمنطقه كلها. وراح جاي قايل لهم انتوا كل الكنيسه بتاعت افسس، انا بوعدكم ان انا هسيبكم صحيح، لكن ارجع لكم مره ثانيه. بعد كده مرة تانية، عاد مرة تانية إلى مدينة أفسس، بس دي في الرحلة رقم 3. وهناك بقى لقى إن التلاميذ كتروا قوي، لكن
كانوا قابلين المعمودية بتاعت يوحنا وبس. فابتدى هو ياخدهم وابتدى يعمدهم ويخليهم على اسم المسيح ونالوا المعمودين. وابتدى يحط ايده على الناس، حط ايده عليهم بمعنى ان يحل الروح القدس عليهم. فنتيجة ده حصل ايه؟ ابتدى يتكلموا بألسنة كتير. في التوقيت دوت كان يوحنا الحبيب موجود في أفسس، وكان هو الأسطر بتاع الكنيسة، وقعد فيها فترة طويلة. واحنا عارفين طبعا ان القديس يوحنا اتاخد بعد كده من قبل نيرون واتحط في الأسر في جزيرة اسمها بطمس، واتحط في قلب الجزيرة وقعد فيها، لكن رجع تاني الى ايه؟ افسس، واتنيح في المدينة اللي هو عليها ايه؟ اسقف. عليها ايه؟ اسقف. لكن اللي حصل بالظبط ان جه بولس الرسول استمر في الرحلة التبشيرية بتاعته في مدينة أفسس، وابتدى يدخل المجامع وابتدى يتكلم. دخل في المجامع قعد 3 أشهر تقريبا يتكلم بصوت قوي ويجذب نفوس كتير ربنا، لكن طلعت له حاجات في النص. ايه اللي يطلع لك في النص؟ اصل انت لما تيجي تتكلم باسم ربنا وتيجي تعلن انك هتجذب نفوس لربنا، انت كتبت شيك على نفسك انك هتقبل الضيقات والمتاعب، كتبت شيك على نفسك انك هتقبل الايه؟ الضيقات والمتاعب. خد عندك بقى، طالما انت عاوز تاخد نفوس وتحطها لربنا، لا استنى بقى هوقف لك الشغل بتاعك، هخليك تاخد جزاءات، هخليهم يقولوا عليك حاجات كتير قوي، يوقفوا الدنيا بتاعتك ويوقفوا الامتداد بتاعك، هيخليك تتخانق مع العيال في البيت علشان ما تقدرش تنزل الخدمة وتجيب نفوس ربنا. تقدر تخرج؟ انت لسه متخانق مع العيال ومزعلهم، خليك قاعد. يحاول بقدر الامكان انه يوقفك. مين اللي عاوز يوقف بولس في أفسس؟ اليهود. ابتدوا يطلعوا له من كل حتة، لكن هو كان بيدقدق بولس كويس قوي. بولس كان بيدقدق لأن اتربى عند رجلي واحد اسمه غملائيل، وعرف يرد الحجة بالإيه؟ بالحجة. هو عارف يتكلم ازاي، عارف حافظ الايات كويس. لما يكون انت ماشي في القرن بتاع الرب يسوع وبتجذب نفوس كتير لربنا، لابد انك تحفظ ايات بقدر الامكان، بقدر الامكان احفظ ايات كتير عشان تعرف تتكلم وترد. علشان كده قال بولس الرسول: كلامي وقرازتي ليس بكلام الإنسانية المقنع، لكن ببرهان الروح والقوة. يعني أنا مش بتكلم بقوتي الفلسفية ولا بقوتي في الحجج اللي أنا بقولها، لكن أنا بتكلم ببرهان. إيه هو البرهان بتاعك يا بولس؟ ده برهان الروح والقوة، ده اللي أنا متأيد بيه من ربنا من خلال القعدة معاه المستمرة، من خلال القرايات اللي أنا بقراها باستمرار من داخل الكتاب.
وقف قدامك اليهود، طب تعمل ايه؟ طيب انا اعتزل واخد خلوة علشان اقدر اعمل وقفة واكمل. يعمل الخلوة، ياخد القوة ويقدر يكمل. وابتدى فعلا يكمل بولس الرسول في افسس، في مدينة اسمها مدينة افسس، وعند واحد اسمه تيرانوس. قعد في بيته يعمل اجتماعات، واستمر على كده لمدة سنتين وهو بيوز. كان نتيجة الكلام ده ايه؟ هو رايح يتحرك يمين وشمال ويجيب نفوس، ودخل نفوس لربنا ويقول له استلم. اليهود يطلعوا يتكلموا، يعرف يرد عليهم ويتكلم معاهم. ابتدوا يقفلوا الدنيا. طب انا هفتح في بيت اجتماع، وفتح في بيت الراجل اللي اسمه تيرانوس. فتح البيت بتاعه للخدمة وبقى يجيب نفوس. بولس نتيجة العمل اللي هو ده بيعمله، الخدمة بتاعته تسعت، بقى فيه اتساع للخدمة. ان كتير من اليهود لما سمعوه هو بيتكلم معاهم بقوة دخلوا في الإيمان. كتير من اليهود دخلوا في الإيمان، ولما ابتدى يوعظ أكتر ويدخل لبيوت كتير ويتكلم معاهم، نقل الإيمان في كل مكان، وابتدت الناس تيجي تتأثر بالكلام بتاعه، تقول له أدي كتب السحر هي نحرقها. وابتدوا فعلا يحرقوا كل كتب السحر. كانت تقدر هذه الكتب بالإيه؟ حاجات كتير قوي. ايه الناس اللي حركهم؟ ايه اللي حركهم؟ الروح الايه؟ الروح القدس اللي موجود في داخل بولس، اللي هو ابتدى يأنبهم الروح على اللي هم بيعملوه، على الحالة اللي هم فيها، والأسحار اللي هم بيعملوها. أنا كل مرة المقطع ده أفتكر إن أنا رحت مع مجموعة لقرية من القرى. القرية دي كانت في المنيا، وكنا هناك قاعدين أسبوع بحال، وماخدين إذن وقاعدين وبنتحرك في الكنائس اللي هناك، وبنعمل اجتماعات وترنيم. كنا مجموعة كده صغيرة يعني. فكان كنا متقسمين على كذا كنيسة. كان في المجموعة دي ثلاثة بيتكلموا بيقولوا كلمة، كنت أنا واحد منهم، والاثنين التانيين كانوا متقسمين لكنائس تانية. وبعدين دخلت الكنيسة دي، بصراحة ما اتخضيت. عارفين ليه؟ لأن الكنيسة دي كانت قد الكنيسة بتاعتنا ثلاث مرات، والعدد كان كله كامل، كله. الكلام ده بقاله أكتر من 15 سنة. أنا هقف أتكلم قدام الناس دي كلها، أنا بصراحة اتخضيت. كنت محضر موضوع وقلت هدخل أتكلم في الموضوع ده، لكن ابتديت في الموضوع ولقيت نفسي تلقائيا من غير أي حاجة بتكلم في موضوع تاني، والموضوع دوت احتمال كبير كان ربنا عايز الموضوع دوت يتقال. ابتديت أتكلم عن السحر وأعمال السحرة وتأثير السحر في الناس، والناس اللي بتتحرك في الاتجاه ده. أنا ما كنتش عارف بصراحة أنا جاي بالكلام ده مين. خلصت الكلام ومشيت. تاني يوم بنفتقد الناس الصبحية علشان نخليهم يجوا الكنيسة بالليل. دخلنا بيوت، ابتدت يقول مش انت اللي كنت بتتكلم امبارح عن الموضوع ده؟ قلت لهم اه. قالوا طيب احنا عندنا ورق كنا حاطينه في قلب البيت. حجابات كتير كانت موجوده في داخل البيت. قال له خد الحجاب ده وخد الحجاب ده وخد الحجاب ده. خد لميت كل الحجابه. انا والاخ المرنم اللي معايا في الكنيسه
في قرية اسمها الطيبة في المنيا، ورجعنا لمينا المجموعة كلها وحطينا الأحجبة دي كلها وتلمينا حوالين الأحجبة وإحنا بنعمل حاجتين، بنصلي ونسبح ونحرق الإيه؟ الأحجبة دي. كل مرة المقطع ده أفتكر الموقف ده وأفتكر إن الله بيحرك الخادم في اتجاه معين علشان يحرك النفوس لي. الكنيسة التي في إيه؟ أفسس. حالياً أفسس دي عبارة عن إيه؟ مش قرية وعاصمة كبيرة زي الأول، دي قرية إيه؟ صغيرة. اسمها حالياً اللي يروح هناك اسمها أفيس. أفيس القرية دي ما فيهاش مسيحيين خالص. اتفرجتوا بقى، اتفرجتوا على الدولة العثمانية عملت ايه؟ اتفرجتوا؟ ادي الدولة العثمانية، القرية كانت فيها مرغوبين كتير، ابليس قدر يوقف الدنيا دي، قدر يوقف الدنيا دي. بقى هذه القرية لا يوجد فيها اي شخص مسيحي للاسف الشديد. افسس في تركيا، هذه المدينه، هذه المدينه وقف النمو وفتح. لكن بولس الرسول لما ابتدى يتكلم في التوقيت بتاعه، مش بعد دخول الاسلام الى تركيا طبعا، كان بيدور على ازاي يخلي فيه كنيسه ناميه، وبالفعل هي كانت كنيسه ناميه، كانت بتوسع وتكبر في كل اتجاه. علشان كده يهوى قال لهم انا بطلب من الله ان يمتلئوا في ملء الروح في هذه الكنيسه. ملء روح ايه؟ ملء روح الله. دي قوه بولس، وفعلا وصلهم لده. بولس الرسول كتب الرسالة دي امتى؟ بولس الرسول كتب الرسالة دي وهو في داخل السجن. الأغلبية من الرسل كانوا كتير بيتقبض عليهم ويدخلوهم السجون، فكانوا المتحركين كانوا بيدخلوا السجون. يعقوب دخل السجن، بطرس دخلوه السجن قالوا له هتتكلم بالاسم ده، قال لهم ينبغي ان يطاع الله اكثر من جميع الناس، لا ينبغي ان نتكلم ولا نسكت، احنا مش هنسكت احنا نتكلم. دخل السجن لكن الله انقذه وطلعه من داخل الايه؟ من داخل السجن. ايه ده؟ مين وسيله كانوا في قلب السجن؟ بولس لسه كان بيتكلم معاكم اكون عادل في الموضوع ده، وهما في داخل السجن اتسجنوا. يعني بولس دي مش اول مره يدخل فيها السجن، لا ده سيلة كمان كان معاه. طب تعملوا ايه؟ انتوا مقفلين عليكم خلاص بقى، ما ولا تبشروا ولا تتكلموا ولا تقولوا اي حاجه، خليكم في الاتعاب اللي انتوا فيها، ده انتوا مؤيدين. ده بطرس بولس وسيلة كانوا متأيدين بمقتره. عارفين مقتره يعني ايه؟ اطلع لقدام عشان اعرفكم يعني ايه مقتره. مقطرة يعني الإيد مربوطة بسلاسل وفي نفس الوقت مربوطة في الرجلين، يعني الجسم في حالة انحناء. مين يستريح في الحالة دي؟ حد يقدر ياخد نفسه؟ حد يقدر يتحرك؟ حد يقدر يتكلم؟ لا خلاص بقى كده يا بولس انت كده وقفت. لو أي واحد فينا مطرح بولس وسيلة هيقول انا وقفت، انا مش هتحرك لقدام، انا مش هتكلم، انا عاجز ان انا اتكلم، انا تعبان، انا مش قادر. لكن بولس وسيلة ما عملش كده خالص. عملت ايه يا بولس؟ عملت ايه يا سيلة؟ وفي نصف الليل وقفوا ايه؟ يصليان ويسبحان. ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ انتوا متغاضيين عن الاتعاب؟ عشان اوصل الرسالة بتاعتي، علشان أوسع
أصل المثقل بعمل الله وبامتداد الملكوت بتاعه لازم يعمل ده. وواقف بولس وواقف سينا يسبحان في نصف الليل ويجذبان نفوس لربنا. بولس لما اتاخد من قبل نيرون برضه واتسجن ابتدى ما يقعدش ساكت، ابتدى يكتب رسائل. كتب رسائل ايه؟ افسس وفيلبي وايه؟ وفيلمون وفي وكلوس. كم رساله؟ اربع رسائل كتبهم وهو فين؟ في السجن. يعني ما كانش قاعد ساكت. الراجل بيشتغل. مين فينا بيشتغل في قرن الرب؟ مين بيحاول يضم كل يوم الى الكنيسه الذين يخلصون؟ مين؟ مفيش. بس احنا احيانا شاطرين نقف في القداس ونتكلم ونرفع علينا امين 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 بموتك يا رب نبشر، ولا احنا بنبشر ولا احنا بنتكلم. احنا بنقعد نتكلم مع الجيران واللي حوالينا ونقعد نعطلهم عنهم يتقبلوا ربنا. مفيش الكلام ده. لكن بولس ابتدى يكتب الرساله بتاعته وهو في سجن روما 62 بعد الميلاد، وابتدى تتقسم الرساله. ابتدت تتقسم الرساله. لما ابتدى يقسم الرساله، خدوا بالكم ان الكتاب المقدس لما ابتدى يتكتب لغايه 1100 تقريبا ما كانش اتحط عناوين زي دلوقتي، وما كانش اتحط الاصحاحات، لكن الدنيا كانت ايه؟ كلها مع بعض. ابتدوا يقسمونا الرسائل، وابتدى في قلب الرساله كمان يقسموها. وهنا الاباء ابتدوا يقسموا الرساله الى قسمين، قسم تعليمي وقسم ايه؟ تطبيقي. قسم تعليمي وقسم تطبيقي. لو كنت بتحب تتعلم كويس ده شيء رائع جدا، لكن الاهم انك ما تتعلمه تطبقه في حياتك، والا انت بقيت عباره عن كمبيوتر بيخزن ايه؟ معلومات. فخد بالك كويس قوي، خد بالك كويس قوي انك مهم تتعلم، لكن طبق ما هو مكتوب. قريت قطعه اقول له يا رب من فضلك علمني انت عايز تقول لي ايه النهارده من الكلمه دي. ما تخليش الكلمه تعبر عليك كده، لكن خد الكلمه. فاكرين انا قلت لكم المره اللي فاتت؟ خد الكلمه واعمل ايه؟ الهج بيها، اقتر الكلمه عشان تدخل من ايه؟ للاعماق وتقدر تعيش. القسم التعليمي من الاول الاصحاح 1 لغايه 3 ده بيتكلم عن خطه الله للايه؟ لتاسيس الكنيسه. ربنا ليه خطه معينه. ما هو ما جاش واتجسد علشان ينزل على الارض والدنيا دي تنتهي وخلاص انا عملت اللي عليا وخلاص. لا، اللي انا فديتهم دول ليهم خطه. زي ما بنقول في الترنيمه، انت ليك في حياتي خطه، انت ليك خطه في حياتي. هو ليه خطه في تاسيس الكنيسه وامتداد الكنيسه عشان تكون نور للارض، عشان تأنب الناس اللي موجودين اللي هم بعيد عن الكنيسه. دي خطته. يبقى اصبح هندرس من اول الاصحاح الاول لغايه الثالث وهو بيتكلم عن تاسيس خطه الله للايه؟ للكنيسه. هو مشغول بالكنيسه في الرساله دي، خدوا بالكم، لان زي ما اتفقنا احنا قلنا عنوان الاصحاح الاول الكنيسه، فاكرين؟ جسد المسيح. الكنيسه جسد المسيح. القسم التطبيقي وهو مهم جدا، وانا بحب ان الناحيه التطبيقيه دي بصراحه، عشان كده يمكن الدراسه بتاعتنا بايه؟ بتطول حبه او بتطول حبات،
صح؟ طيب إصحاح 4 لغاية 6 وهو يتحدث عن عمل الكنيسة وإيه؟ وسماتها وجهادها. إيه هي سمات الكنيسة؟ إيه هي سمات الكنيسة؟ هل الكنيسة ليها سمات؟ طبعا. هل ليها جهاد؟ طبعا، وإلا ما كانتش امتدت إلى الإيه؟ إلى الآن، ده لو ما كانش ليها إيه؟ جهاد. لكن بولس الرسول هيدخلنا في عمق، في عمق الإيه؟ الرسالة. تعالوا بصوا كده، أول حاجة في عمق الرسالة، كاتب الرسالة هو مين؟ ولمن كتبها؟ كتبها طبعا بولس الرسول، لأنه أول الآية هنا بيقول إيه؟ بولس رسول يسوع الإيه؟ المسيح. وهنا بيتكلم على بولس، هو في فكره بولس حاجتين. إيه هو اللي فكرك يا بولس؟ قال لي بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. يعني أنا في دماغي حاجتين، إن أنا رسول، ولما باجي أتحرك بتحرك بالإيه؟ بالمشيئة الإلهية، مش من ذاتي. ده كل شغل مين؟ ذهن بولس الرسول. وراح جاي لي في أول آية وقال لي رسول يسوع المسيح. يعني إيه رسول يسوع المسيح دي؟ يعني إيه؟ نمرة واحد، يعني إنه بينتمي للمسيح. حياته كلها لم تكن ملكا للعالم، ولم تكن ملكا لنفسه، ولا يشاء أن يفعل أي شيء لذلك، لكن كل تفكيره أنه يحيا دائما من ملكا لله. ده تفكير مين؟ بولس هو بيقول رسول. كل اللي في تفكيره أنه هو رسول لأنه هو مكلف بده. دي النقطة رقم 2، أنه مكلف بده. يعني إيه مكلف بده؟ مكلف من قبل ناس أقوياء، مكلف من قبل مجمع يصدر قرارات، زي مجمع السنيدرين لما كان بيقعدوا مع بعض ويقرروا أمر ما، فكان بيوزعوا هذا الأمر مع الرسل، فالرسول كان يتوجه بأمر إيه؟ قوة، مش من أمر إيه؟ مش من أمر ذاته، لكن كان مكلف بده، كان مكلف بده. وهو مكلف بده ما كانش يقدر حد يوقفه. ليه؟ دي نقطة رقم 3، لأنه ليه قوة موكلة على هذا الأمر، فهو رسول، فهو رسول، قوة مملكة على ده. يبقى أصبح بولس الرسول بيأكد على نقطة إن هو رسول. وخدوا بالكم إن في أغلبية رسائل كتير بيأكد على النقطة دي، مش في الرسالة دي بس، ده في رسائل كتير بيقول أنا رسول يسوع المسيح، لكن ما بيقولش أنا تلميذ، لكن أنا رسول. لكن هذا الرسول كان بمشيئة الله، بمشيئة الله، هذا الرسول كان بمشيئة الله، مشيئة الله. قال له لأني رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. يعني أنا بتحرك باتجاه، مش اتجاه ذاتي، لكن اتجاه دفع من شخص واخد قرار ان يعمل حاجة تجاه الناس، فهو اللي بيدفعني، مش بدفع ذاتي. ده مين ده؟ ده بولس اللي بيقول الكلام دوت، وقال الكلمة دي بمشيئة الله تقريبا يجي 6 مرات، 6 مرات وهو بيأكد على النقطة دي.
ست مرات وهو بيقول انا بتحرك مش بقوه دفع ذاتي لكن بقوه مأيداني من الخلف لدفع للامام لعمل شيء مميز. لكن راح جاي بعد كده وقال لي انا رسول، وباكد على النقطه دي، وجه العلامه اوريجينوس راح جاي قال قول رائع جدا في رسوليه مين؟ رسوليه بولس، وايد الكلام بتاعه اللي هو بيقوله اللي هو في فكر بولس ان المؤمن يدعى قديسا. ليه؟ لانه نال امكانيه الحياه المقدسه خلال المعموديه وعمل الروح الايه؟ وعمل الروح القدس، ويلزمه ان ينطلق بلا توقف والا فقد قدسيه الحياه. يعني الشخص الذي يدعى انه رسول من الله ويتحرك بمشيئه الله لابد ان يكون دخل برج المعموديه وطلع وعمل الروح القدس في داخله. بس خدوا بالكم ان هذا الشخص الذي دخل برج المعموديه ودعي عليه وضع اليد او عمل الروح القدس فيه، خدوا بالكم مهم قوي انه لا يتوقف، والا لو توقف فعمل الروح فيه هيفضل ايه؟ يضقل لغايه ما تماما ينام وما يتحركش. كنت زمان يقول لك كده، كنت زمان شماس في الكنيسه، كنت زمان بمسك الكتاب واقعد. طب ايه اللي حصل؟ انت اللي سبت نفسك تضعف لغايه ما وصلت للحاله ديت. كمان يقول العلامه اوريجينوس ان تعبير قديسين يستخدم ليس فقط لمن بلغ القداسه، مش للصدر الشخصي، يعني عاوز يقول لي انك انت كمان ايه؟ قديس. وانما لمن يشتهي القداسه، يعني لو انت بتشتهي القداسه تبقى برضه ايه؟ قديس، ويسعى وراءها باخلاص. يعني انت بتحاول انك تكون مقدس. انت ماشي في السكه بتاعت ربنا، بتقع بتقوم، بتكمل الطريق، تقوم وتخور، تقوم تروح لاب الاعتراف، تعترف، تدخل تاخد جسد الرب ودمه، تروح البيت، تفتح الكتاب، تقف تصلي. انت شخصي بتنمو في الايه؟ في القداسه. والذي ينمو في القداسه طالبا ان تعمل نعمه الله فيه. ده العلامه مين؟ العلامه اوريجينوس. اخلص اخر كلمه، التحيه بتاعت مين؟ بولس، الايه رقم 2، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. كتير قوي وهو بيتكلم عن النعم، وكتير قوي في الرسائل بتاعته بيتكلم برضه على السلام. النعمة دي تحية الراجل اليوناني لليوناني اللي زيه، لما يجي يسلم اليوناني على اليوناني يسلمه عليه ايه؟ بالنعم. نعمة 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 نعمة. طيب تحية اليهودي لليهودي شالوم، سلام. لكن هنا جمع الاثنين مع بعض علشان يقول ان هما الاثنين ماشيين في حالة ايه؟ القداسة. اليوناني الذي قبل المسيح واليهود الذي قبل المسيح، انا بحييهم لان هما الاثنين ماشيين في خطة ايه؟ واحدة. بحييهم لانهم رضيوا انهم هما الاثنين يلتهموا مع بعض ليعبروا عن جسد الايه؟ المسيح، وهو الكنيسه التي في افسس. ولإلهنا كل المجد والكرامه من الان والى الابد امين.